نحن الآن في زيارة المؤسسة هنا في حي السمارة في الزيتون، فتحية للمصور الفوتوغرافي المهني مولاي يوسف الغماري الذي وثق هذه الزيارة الميدانية وهذه الزنقة المؤدية لمؤسسة مجموعة جهامين. جهامين مؤسسة تعرض أفخم التحف لتزيين المنازل، لتزيين الفيلات، لتزيين محلات إقامة. الآن اقتربنا مباشرة بالمدخل الرئيسي لمؤسسة شركة جهامين. مؤسسة شركة جهامين المتواجدة بجانب مسجد جامع الأبيض في استقبالكم للا فاطمة الزهراء عبيشة مديرة المؤسسة، مؤسسة مجموعة جهة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بطاقم جريدة مغرب المواطنة، ألف مرحبا، وكنرحبوا بالزوار إن شاء الله اللي يجيو يزورونا، اللي غادي إن شاء الله عندنا خدمات اللي غادي نسديو لهم على صعيد لونتيكيتي. الشركة جهامين كت مختصة في لونتيكيتي، ونتمنى أن الزوار ديالنا يجيو يزورونا، مرحبا بهم. عندنا إن شاء الله ما يشوفوا التجهيز للمنازل ديالهم. كنرحبوا بكم في المحل ديال الشركة اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديال لونتيكيتي. ان شاء الله غادي نعرفكم باللي برودوي اللي عندنا. عندنا الجانب ديال النحاس، عندنا الجانب ديال الديكوراسيون لي طابلو، انتما كتشوفوا عندنا لي طابلو، هادو لي طابلو اللي عندنا. عندنا دي طابلو مختلفه كل الحجم والاشكال. عندنا هاد الاشكال هادو، عندنا دي طابلو لي دوريجين، عندنا جانب اخر اللي هو الجانب ديال الجانب الموسيقي. عندنا لي بيانو انتيك 70 سنه كادو، تحف هذا البيانو هذا بقى له 9 سنين يدخل المزاد العالمي هذا البيانو. عندنا لورغ، عندنا آلات موسيقية أخرى. احنا كنشتغلوا من الجانب الموسيقي، عندنا جميع الآلات الموسيقية عندنا موجودة. عندنا الجانب ديال هاد السوايع هادو ولا هاد التحف الحائطية اللي هي أنتيك مختلفة في الأحجام. عندنا الجانب، عندنا هذا الجانب ديال ليفاز، عندنا ليفاز كريستال حر، وعندنا ليفاز اللي من الطين، ولكن تحف، ليفاز قديمه بزاف اللي كتعتبر من التحف القديمه جدا. أشكال مختلفة وأحجام مختلفة. عندنا هما ديفاز أخرين، أشكال أخرى.
هادو كلها كلها تحف قديمه جدا انتيك، لان الشركه المجال ديالها هو لونتيكيتي، هذا الجانب ديال لونتيكيتي. عندنا هواتف اللي قديمه بزاف، هذه الصوره ديال صاحب الجلاله نصره الله، نتشرف ان تكون عندي في 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 المكتب ديالي وفي الاداره الشركه. غادي نعرفكم بارقى واقدم تحف اللي كتوفر عليهم الشركه، هما هاد لي بو هادو. هادو من 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 ضمن من ضمن التحف اللي عند الشركه الراقيه النادره اللي ما موجوداش موجوده عند شركه جهامين. الان غنعرفكم بواحد التحفه اللي نادره وكان ربما غير موجوده، اللي هي عباره عن حجر، هو كتشوفوه حجر ولكن هو باف على شكل باف، هو حجر. تحفه اللي نادره، تحفه ثمينه. هادو تحف، هادو تحف وديكورات اللي حتى هي نادره قديمة جدا. هنا واحد البوم، هذا هذا أونتيك، وهاد الرويصة ديالو هادي مشللة بالذهب، بماء الذهب. وي عندنا هاد الفرس هذا اللي كيعبر على الفروسيه ديالنا والتاريخ ديالنا، الفانتازيه، الفانتازيه ديالنا مع البندقيه. البندقيات هادو حصينا. هذا كله مصنوع من النحاس الخالص. تحفه نادره حتى هي، حتى هو الشركة عندها دي طابلو أيضا. ها هما عندنا دي طابلو لي في مختلف الأحجام. هادو عندنا هادو ساعات عندنا هاد الساعات هادو اللي كيعبروا على واحد الفترة زمنية قديمة جدا. هما تحف نادرة. مختلفة الحجم، مختلفة الشكل. مرحبا بكم، كنرحبوا بكم في هذا الجناح ديال الاواني النحاسيه والتحف النحاسيه والكريستال الحر. عندنا انتما كما كتشوفوا عندنا اواني نحاسيه، النحاس الاحمر، النحاس الاصفر، عندنا اشكال مختلفه. حتى هي راه انا اواني اللي اونتيك، راه غير من معا اما هي اونتيك. هادو مهاريز
أنتيك غير من المعين، نحاس حر خالص. هادو مهارز، مهارز مختلف الاشكال، كاين هاد الصغيرين وكاين هاد الكبار. هاد المهارز اللي كانوا جدودنا، هذا ارث ديال جدودنا اللي كانوا جداواتنا، كانوا يدقوا فيهم العطريه، كانوا كيدقوا فيهم شرموله، كانوا يعني هاد المهارز هما اللي كانوا كيستعملوا جدادنا، وكنفتخروا بهاد التراث ديال جدادنا، لان باقيين محتفظين الحمد لله. بقى ليهم واخا خرجوا دابا الالات الكهربائيه، ولكن كيبقى التراث ديال والدينا وجدادنا، كيبقى راسخ وكيبقى دائما عمرو يتقادى. كنبقاو كنفتخروا بالاواني ديال جدادنا اللي خدموا بهم جدادنا. هادي نقيله، هاديك دير فيها اومليت، دير فيها اي حاجه، هي راها تحفه، راه غير من معها. هاد الاواني كلها تحف، كلها اونتيك. نحاس اللي خالص. وهادو كلشي وقيلا يمكن الجيل الجديد ما غاديش يعرفوهم، ولكن بالنسبه للاجيال اللي القديمه راه عارفه هاد الرحى اللي كانوا جداواتنا كانوا كيطحنوا فيها الزرع قبل ما يكونوا المطحانات، كانوا كيطحنوا الزرع في هاد الرحات هادو في الصحراء، كانوا كيطحنوا الحنه. وهادو تحف اللي ما بقاتش كتستعمل، ولكن ليها تاريخ، وكنفتخر انني درت هاد الشركه، درت هاد الجانب ديال لونتيكيتي باش نبقى محافظه على التراث المغربي ديالنا وعلى تراث جدادنا. هادو هاد لونسومبل هذا فيه ايات قرانيه، هادو هما كديكور ولكن مكتوبين بايات قرانيه، هما اونتيك حتى هما. هادو البراد ديالنا، الشاي المغربي اللي ولات دابا حتى الاوروبيين ولاو كيستعملوا البراد ديالنا، يجيو لبلادنا يطلبوا الشاي المغربي، كيعجبوهم البرارد بالشوشات. الحمد لله هادو الفضة الخالصة. هادو ديكورات اللي أنتيك حتى هما، ديكورات اللي كنزينو بهم البيوت ديالنا، وتحف اللي نادرة. أنا كنوريكم التحف اللي نادرة اللي ما كايناش. هادو الطحانات ديال القهوة اللي جدادنا جداواتنا كانوا كيطحنوا فيهم القهوة، رغم أن دابا كاينين الآلات الكهربائية اللي كنطحنوا بهم القهوة، ولكن كيبقاو هادو كديكور وكا أونتيك وكتاريخ بالنسبة لبلادنا. كنفتخر أنني عندي بحال هاد التحف هادو في محل الشركة. انا اختاريت هذا المجال، هذا ديال هذا المجال ديال الانتيك باش نحافظ على التراث ديال بلادنا، التراث المغربي اللي كنفتخروا به، واللي كيجيو الاوروبيين عشقا في هاد الاواني ديالنا، في هاد التحف ديالنا، وكيشريوهم وكيديوهم عشقا في التراث، علاش حنا ما نعشقوش ومن مفتخروش به. هذا كيتعتبر من ضمن التحف عند الشركه، هذا طورنديسك
اللي كيخدم بلي ديسك قبل هادشي في الفتره ديال من الخمسينات للسبعينات ما كانت لا كاسيطه لا بورطابلات لا هادي لا كانت هذه هي الاله اللي الناس كانت كتسمع بها الموسيقى وانا محتفظه بها كتراث مغربي. هادو اواني منزليه هادو كريستال من الكريستال الحر والنحاس لان يعني الشركه كتستعمل كل ما هو اونتيك وكل ما هو حر يعني بحال كريستال مثلا كريستال حر نحاس حر قديم جدا هذا كونسومبل هذه مبخره من الكريستال والفضه كريستال حر والفضه حره هذا كونسومبل هذاك مجموعه ديال نقولوا جبانات كيتستعمل فيهم الحلوى الشوكولاطه الكاطو كل واحد شنو كيدير فيهم هما نحاس و كريستال هذوك ديكورات من النحاس عباره عن فرس وهادي عباره عن غزاله هادي مجموعه ديال المرشات بالصينيه فضه حره هادوك التحاف عاوتاني هادوك الروابز اللي كنا كنستعملوهم وباقي لحد الان كنستعملوهم في الاعياد عيد هادو عباره على الوافخ اللي كنقول لهم الرابوز اللي كنستعملوه من قديم وباقي لحد الان كنستعملوه في عيد الاضحى ما كاينش البيت المغربي اللي ما كيستعملش الرابوز كنصوتو به على الفاخر ولكن هاد الروابز هادو بالضبط هادو تحف قديمه جدا كيعبروا على التراث المغربي الصانع المغربي وكنحيي صناع ديال بلادنا صناع المغاربه اللي تبارك الله كيبدعوا هادو دي زاباري لي اونتيك قدام بزاف هادي كاميرا اونتيك هي مالهم هذا عبارة ديكور من نحاس عبارة عن درع بجوج ديال السيوفة هو ديكور كيتعلق في الحائط هذا هاتف مصنوع من الرخام هاتف قديم هذا طاس ديال الغسيل بيدو ديال فضة حرة قديم جدا غير ملمع قديم جدا هادي سطيلة كنحطوها ديكور في الحمام ديال البيت ديالنا نحاس حر هادي صندريي كنحطوها في الصالون كنزينو بها الصالونات ديالنا هادو عبارة عن حيوانات
من النحاس الخالص، كنديكوريو بهم البيوت ديالنا، كنزينو بهم البيوت ديالنا احجام مختلفة. هادو تحف الديكور دي بتي فاز من الفضة الخالصة ومن النحاس الخالص. هادو تحف اللي كيعبروا على عدة ثقافات مختلفة. هادو صوانين اللي مختلفين في الحجم، اللي كنحطوهم بلي سيبور ديالهم، ها لي سيبور ديالهم كنحطوهم كديكور وفي المناسبات السعيدة راه كنستعملوهم الاستعمال هادو بالنسبة لهاد الصوانين الكبار. ولا إلا جا عندنا شي ضيف عزيز على قلبنا راه حنا كنقدمو له فيه الشاي البريريد وكيسان وكنفرحو به. الاواني النحاسيه ديما لها واحد القيمه وعندها واحد الفالور ما كتقدرش بثمن. ما عمر النحاس كيقلل شانه، بالعكس قدم ما كل ما زاد كل ما كيكبر شانه، وهذا معروف ومعروف حتى صحيا. بالنسبه للنحاس واحد المعلومه، بالنسبه للنحاس حاليا راه كاين في لي بارا فارماسي راه كيتباع بالنسبه لبراسلي، لانه كيعالج عده امراض سبحان الله. وهذه معروفه راه جدودنا كانوا كيديروا لي براسلي في يديهم بالنسبه للروماتيزم بالنسبه للكلاكاج بالنسبه. وفعلا النحاس عنده واحد المفعول بالنسبه للذات ديالنا، كيعالج عده امراض سبحان الله. هادو هذا غلاي نحاس احمر. هذا عباره عن غلاي هادو مغربي. هادو هذا قراش اللي كيتستعمل كنحطوه كديكور، وفي نفس الوقت كيتستعمل للمناسبات هو والطاس ديالو. كنستعملوه في المناسبات لغسل اليدين، وكنستعملوه كنستعملوه للشاي مثلا، لان كاين المناسبات اللي كنديروا الشاي في الغلاي في البقراج. وبحال دابا الا جا عندنا شي ضيف مميز وكنبغيو نفرحو به كنجيبو الطاس والبقراج وكنجيبو ليه غسل يدو. مكنوضوش اللافابو، كنخليوه مرتاح وكنقدمو له الطاس ويدو يغسل يديه. وعليه عدة استعمالات. النحاس كله كيبقى قيمة وكتبقى عندو واحد لافالوغ كبيرة ومهمة وشان. هادو عبارة عن صينيات اللي كيتسموا باللغة ديال الصانع التقليدي الدور، كيتسمى الدور. اللي هم عدة استعمالات، كاين الدور اللي ممكن نحطو ديكور بالسيبور ديالو ولا نعلقو في الحائط، وكاين الدور اللي ممكن نستعملو مثلا شي مشروب نقدمو لشي شخص مثلا شي ضيف عزيز، مثلا شي ضيف اللي اللي مثلا بغيت نكبر به كنستعمل. كاينين ادوار اللي كنحط فيهم المشروب كنقدم فيهم المشروب، وكاينين اللي ممكن يتستعملوا فقط للديكور، يعني يا اما في الحائط يتعلق في الحائط يا اما يتحط في السيبور بحال كي دايره انا دابا. كاينين هادو سطوله، هاد السطوله هادو باليدين اللي هما تحف رغي من المعين، ليهم واحد القيمه واحد هذا كنحطو فيهم. كيكونوا غير في القصور وكيكونوا في لي فيلا وكيكونوا عند الناس الراقيه، وكيكونوا عند الناس
اللي هم واحد الاصاله او واحد يعني كيحطوا فيهم لي بو ديال الغرس. بغيتي تحطهم هكا يا تحطوهم هكا كيتحطوا حتى هكا خاويين كيجيو هما وشان كيتحطوا في الصالونات كيتحطوا في الدخله ديال الدار في دخله الفيلا كيتحطوا كديكور يعني شي حاجه اللي هما وقيمه وشان. هادو مقالي الناس اللي كتراعي الجانب الصحي اللي كتخاف من 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 الاواني اللي كترخي مواد اللي سامه او مواد اللي حنا كنعرفوا دابا الان كنقلبوا كنا كنقلبوا على بقوه الامراض اللي كثرات كنقلبوا على المواد الطبيعيه والمواد اللي سليمه. هادو المقاليد النحاس والنحاس معروف انه صحي. كاينين الناس اللي كيستعملوهم في الكوزينه كي الطهي ديال في الكوزينه واللي بغى يحطو يعلقهم ديكور يتعلقوا ديكور لان عندهم اليد وعندهم باش يتعلقوا مثلا في ديكور. واللي بغى يستعملهم للطهي راه كيستعملهم اللي كي يراعي الجانب الصحي كيخاف على صحته يستعملهم للطهي. هادو صواني هما ماشي صواني هما طيافر لان هادو كلهم عندهم المقوصه ديالهم اللي كيتحطوا عليهم كيتحطوا في الصالونات. هادو شي حاجه اللي اونتيك وشي حاجه اللي همه في في في, 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 في اللي كيكونوا في البيوت ديالنا كيجيو همه وشان. وهذا الشيء دابا بالنسبه للناس اللي كتبغي الاصاله وكتبغي النحاس ومعشوقه في النحاس كيجيو هما كتحط الطيفور في الصالون كيبان لك الصالون شي حاجه راقيه شي حاجه راقيه. النحاس عنده واحد الرقي ما كاينش بحالو الرقي ديال النحاس بوحديته. هادي شمعانة اونتيك هادي مكانه من الرخام مصنوعه من الرخام اونتيك حتى هي. هذا واحد واحد الديكور لي اونتيك قديم بزاف. هذا طابلو ملكي هذا درتو كشونتيون بالنسبه للاعمال اللي كتقوم بها لي زاكتيفيتي اللي كتقوم بها الشركه من غير الجانب ديال لونتيكيتي كاين الجانب ديال الديكوراسيون. وهذا كان نموذج لي طابلو اللي كيداروا في 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 في, 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 في البيوت ديالنا المغربيه كيداروا في فيلات في ديزابارتومون كيدار في الحيط طابلو وهو رويال ملكي. كنفتخروا بالصناعه التقليديه ديال 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 الصانع التقليدي ديالنا وديال بلادنا. بلادنا غنيه بالابتكارات والصناعات المختلفه وكنفتخروا بالصناع التقليديين ديال بلادنا. تبارك الله كيحطوا من يديهم ما شاء الله الروعه الروعه. هادو كيتستعملوا هادو فضه هادو ستايلات اللي كيديو العريسات للحمام. زمان قديما كانوا العريسات ما يمشيوش للحمام الا العروسه ما تخرجش للحمام الا ما خرجاتش بالستايله. وهادو هذا الغطار اللي كيتحط فيه لي في الطعيم في المناسبه. دابا ولات حتى بالنسبه من غير المناسبه ديال الاعراس ولا هذا ولات حتى الضيف الا كان كنتي بغيتي الضيف شي 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 حد عزيز وغالي كتحط الغطار في هاد الطبسيل ديال الدجاج بالصايله اللحم في هاد الغطار هذا. يعني كتعبر انك راه كبرتي بالضيوف ديالك. هذه طبيقه اللي كنا نديرو فيها القراشل ولا ديرو فيها غريبه ولا هادو كنستعملوهم للخبز. هادو طبايق ديال الخبز كيتستعملوا في المناسبات وفي هكا من غير المناسبات حتى الضيافه مثلا
ديال الاشخاص بغيتي تكبر. هذه صينيه ديال الفطه بالبريرد، هذه تراث ديالنا مغربي اصيل بالكويسات، انتما كتشوفوا كويسات ديال البلار. صينيه فطه حره، برد فطه حره والكويسات بلار. هذه التقاليد ديالنا المغربيه والاصيله. توحشنا الجلسه الصينيه والبراد والصينيه والعماير ديالها، تراثنا المغربي اللي كنفتخروا به، اللي كان كيجمع اللمه العائليه. كنا كنجلسوا مجموعين وملمومين حول هذه الصينيه وهذا البراد. كانت همه وشان، كانت همه وشان وقيمه. وكنا كيتعرف الكبير عندنا في الدار بالصينيه كتحط قدامه. يعني الانسان الا جا عندك وكبرتي به، هي كتحط له الصينيه قدامه كتعطيه، هو يعمر اتاي. يعني راه كبرتي بداك الانسان، راه عندك غالي وعندك كبير. وتوحشنا هاد التراث ديالنا، ودابا ولينا كنعمروا اتاي في الكوزينه ونجيبوه. ما احلى الجلسه حول اللمه، حول الصينيه والبراد، ما احلاها.